أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا نسيت أن أنوي الصيام، هل يجوز لي بعد أن أستيقظ من النوم بعد صلاة الفجر أن أكمل صيامي أم لا؟ إذا لم تأكل ولم تشرب بعد الفجر والصوم تطوع فلا بأس أن تنوي الصيام من النهار تطوع، بشرط أن لا تكون قد أكلت أو شربت بعد الفجر. وأما الفريضة، صوم الفريضة، فهذا لا يصح بنية من النهار، حتى ولو لم تأكل ولم تشرب لا يصح بنية من النهار، لأنه مضى وقت من النهار ما نويت، والنية لابد تكون مصاحبة لجميع النهار. أما لو أنك تبي تصوم فريضة قضاء أو نذر أو صيام رمضان عازم على الصوم ولكن ما تيقظت للسحور، فيجوز، فيجب عليك أن تصوم ويصح صومك، لأنك ناوي من الليل، والأكل والشرب عند السحور ليس بشرط، ليس هذا بشرط، فأنت ناوي من الليل، النية موجودة، فإذا صحوت تستمر على هذه النية وتكمل يومك صومك صحيح، لو ما حصل فيه أي مناقض. نعم، النية موجودة ولم تأكل ولم تشرب بعد الفجر الصوم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النافلة فلو أصبحت وأنت لم تنوي صوما ولا خطر على بالك أنك تصوم، لكن لما أصبحت بدالك أنك تصوم وأنت ما أكلت ولا شربت بعد الفجر يجوز الإسلام، لا بأس، لأن النافلة أوسع من الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله هل عندهم من شيء، قالوا لا، قال إني إذا صائم.